بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في موعد جديد من برنامجكم عناوين، والبداية كالعادة نبدأها بأبرز عناوين اليوم. بعد الخطط المرسومة والواضحة لإعداد منتخباتنا الوطنية، هل ستكون تحت حيز التنفيذ؟ في الملف الأثقل والأهم، من كسب معركة فرض الآراء، الأندية أم اتحاد الكرة؟ أزمة الرجاء البيضاوي تصل ذروتها، وجماهير تمني النفس أن تكون سحابة صيف عابرة. أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت يسعى لإنهاء مشواره الرياضي دون هزيمة. والنجم الواعد ماركو أسينسيو يهدد مكان غاريث بيل في تشكيلة ريال مدريد بالموسم الجديد. أهلا بكم. نبدأ جولتنا في الصحافة المحلية من أروقة صحيفة الرؤية التي أبرزت آخر الأخبار المتعلقة بمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وكذلك منتخب الشباب الذي سيعاود التجمع مجددا بعد فترة من التوقف. الصحيفة غطت فخرجت بعنوان قالت فيه: الأحمر يبدأ معسكره الداخلي قبل التوجه إلى النمسا، والشباب يستأنف التجمع. حيث يبدأ منتخبنا الوطني الأول مساء اليوم الأربعاء معسكره الداخلي السريع بمسقط قبل التوجه مساء غد الخميس إلى النمسا لإكمال المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك في إطار الخطة التي اعتمدتها لجنة المنتخبات الوطنية للمنتخب الأول واستعداداته لخوض باقي اللقاءات بالتصفيات الآسيوية والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. من جانب آخر، يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مساء اليوم معسكره الداخلي بمسقط استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية والمقرر إقامتها في العاصمة بيشكيك بكيرغستان ابتداء من نهاية شهر أكتوبر القادم حتى بدايات نوفمبر المقبل. وفي سياق متصل، أبرزت عمان آخر أخبار منتخبنا الوطني للناشئين أيضا، والذي يستعد لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين في طاجستان، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيها: 43 يوما على بدء المشوار الآسيوي. حيث تبقت 43 يوما على المشوار الآسيوي لمنتخب الناشئين الذي ينطلق في 14 من سبتمبر القادم في طاجستان، وسيحط المنتخب في محطة مهمة في طريق الإعداد، حينما يغادر إلى العاصمة الأردنية عمان غدا لإقامة معسكر إعداد يلعب خلاله مباراتين مع المنتخب المستضيف، ثم تغادر البعثة إلى القاهرة لإقامة معسكر يلعب فيه 4 تجارب ودية. وبعد عودته لن تتوقف خطة الإعداد، بل سيلعب المنتخب أيضا مع المنتخب العراقي والقطري. بعد ذلك تغادر البعثة إلى طاجستان في معسكر إعدادي في آخر مشوار الإعداد الطويل قبل الدخول في التصفيات الآسيوية. بدورها، صحيفة كورة وبس قدمت تساؤلا بالخط العريض حول إمكانية اتحاد الكرة لتنفيذ برنامج الاستحقاقات والمعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية للعام الجاري 2017 بعد انقضاء نصف عام وأكثر، لتكتب الصحيفة في عنوانها: طريق إعداد منتخباتنا الوطنية واضح ولكن. حيث ذكرت الصحيفة أنه يبدو واضحا أن طريق إعداد المنتخبات الوطنية لكرة القدم وبكل الفئات بات واضحا ومعروفا، وبعض مراحل هذا الإعداد قطعتها هذه المنتخبات من خلال معسكرات أو مباريات أو حتى تصفيات، ولكن الإشكالية ليس في وضع الجدول أو البرنامج، بل في القدرة على تنفيذه. وقالت الصحيفة: هنا تأتي المشكلة الحقيقية، لأن الصعوبات تأتي وتعرقل الكثير منها، وهذا ينعكس سلبا على إعداد المنتخبات الوطنية، وبالتالي تخرج النتائج بعيدة عن الطموحات أو حتى التوقعات المأمول منها. وأضافت: السؤال الكبير المطروح هو: هل نستطيع تنفيذ هذا البرنامج، أو أن التغيير والتعديل وحتى الإلغاء للعديد من بنوده هو العنوان أسوة بالكثير من الجداول والبرامج التي يوزعها الاتحاد سنويا، والتي حيرتنا وحيرت الكثير بسبب عدم الاتفاق على طريقة واضحة لتنفيذها، رغم أن الجميع تسلم جدول برنامج المسابقة أو غيره.
نبقى مع أخبار منتخباتنا الوطنية، فقد أبرزت صحيفة الشبيبة في صفحاتها الرياضية الداخلية حوارها الخاص مع مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي حمد العزاني للتخرج بعنوان على لسانه تقول فيه: انتظروا جيلا ذهبيا جديدا للكرة العمانية. حيث أكد العزاني أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي ينتظرهم مستقبل واعد ومشرق. وحول تحقيق هدف الوصول لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 ومدى توفر الأجواء والظروف المساعدة لتحقيقه، تحدث العزاني قائلا: من أجل تحقيق هدف كهذا لابد لك من العمل في مدة لا تقل عن 10 سنوات إلى 12 سنة، ويبقى الأهم استثمار اللاعبين الذين هم من مواليد 1995، إذ من المفترض أن يكون عطاؤهم مستمرا حتى عام 2026. ولتحقيق هدف الوصول لابد لك من التخطيط السليم والصحيح، وكان من المفترض أن يكون التخطيط للوصول إلى 2022 قبل 4 سنوات سابقة. إلى صحيفة كورة وبس، والتي تساءلت: هل سيطرت أنديتنا المحلية على المشهد بعد مرور شهر تقريبا على المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة القدم، وهي المدة الكافية لمعرفة كيف تسير الأمور ومن كسب معركة فرض الآراء في الملف الأثقل والأهم من ملفات كرة القدم العماني؟ التفاصيل من خلال هذه القراءة. حتى الآن العديد من القرارات تغيرت، وحتى بداية الموسم في سبتمبر المقبل ستكون هناك العديد من التغييرات التي ستطال المسابقات وسيتم تفصيلها على حسب مزاج الأندية وبدون ردة فعل إيجابية من الاتحاد، وكأن الأخير يخشى تحريك الأندية للأوراق الأبرز للضغط على مجلس الإدارة. ورقة الجمعية العمومية الطارئة، والتي تأتي قبل ورقة حجب الثقة، والتي لطالما كانت السلاح الذي يلوح به معارضو المجلس السابق بين الفترة والأخرى، وعاد للظهور من جديد. دخلنا شهر أغسطس وبدأت مواسم كرة القدم في معظم دول العالم، والدوريات الكبرى استهلت بعضها الموسم بمباريات السوبر وبعضها الآخر في الطريق للبداية. وإعلان جداول الدور الأول رسميا تم بدقة متناهية تدفعنا للتساؤل: متى ستنتهي حكاية البداية المتأخرة للموسم؟ تساؤل في محله، خصوصا وأن جدول مباريات دوري عمان تل لم يصلنا ولا نعرف من سيلعب مع من، ناهيك عن مسابقات المراحل السنية والتي يبدو أنها لا تزال خارج دائرة الاهتمام والمتابعة الحقيقية. السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الوقت: كيف نخرج من هذه الدائرة المغلقة؟ لا سيما أن الأندية وقفت ضد فكرة إنشاء كأس الاتحاد، والتي كانت مقررة أن تكون في مايو أو يونيو القادمين، وهي محقة في رفضها كون التوقيت غير مناسب ويترتب عليه مصاريف مالية وأعباء أخرى تزيد في إرهاق الموازنات السنوية للأندية المرهقة أصلا. للخروج من هذه الحلقة على الاتحاد أن يبحث عن استراتيجيات وخطط بديلة لحلحلة التداخل الحاصل بين عدة جهات، وتحديدا رابطة دور المحترفين والمكتب الفني ولجنة المسابقات، والذي بات واضحا بأنه سبب مباشر في المشكلة الأساسية، وهي عدم وضوح الأهداف الفنية التي من المفترض أن تحققها كرة القدم العمانية. ما يحدث حاليا مرشح للتكرار إذا استمرت أزمة التخطيط في مد مظلتها على جميع مفاصل العمل الإداري في الاتحاد، الذي جاء بنتائج لا يرغب الاتحاد في استمرارها قبل الجمعية العمومية العادية في مارس المقبل، وربما ستكون في وقت أقرب، خصوصا وأن لعبة شد الحبل لم تنتهي بعد. وعودة للمربع الأول، الاتحاد خسر هذه الجولة أيضا أمام الأندية، وبات في حكم المؤكد أنه سيخسر الجولة القادمة، والتي تتعلق بتحديد سقف أسعار عقود اللاعبين، والذي أصبح حديث المجالس بعد أن قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وضع لائحة رسمية إلزامية لتحديد أسعار اللاعبين المواطنين هناك، وبعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم المماثل في وقت سابق من هذا العام. هذا الملف
سيكون له أثر في قادم الأيام، خصوصا بعد تنامي الهمسات التي تلوم الاتحاد على سكوته بهذا الشأن وعدم تحركه نحو سن قوانين صارمة تحد من استفحاله وخضوعه لتأثير أندية معينة تستفيد من هذا الملف الشائك. وقضايا أوضاع اللاعبين الدليل الأوضح على وجود هذه المشكلة. كانت إجابات الحكم الدولي السابق سيف الغافري ورئيس لجنة الحكام الحالي في اتحاد كرة القدم لكرة وبس تحمل في طياتها الكثير من الدقة، وراعى فيها موقعه كحكم دولي سابق. الصحيفة رصدت ما قاله الغافري لتعنون على لسانه قائلة: سنكون جاهزين للموسم الجديد وسنعمل على إدخال التقنيات الحديثة. وقال الغافري: نحرص كل موسم لتكثيف الجهود من أجل إعداد الحكام بصورة جديدة من خلال المعسكر الذي يقام بشكل سنوي وأصبح تقليديا للحكام، ومن خلالها نسعى لأن يصل الحكام للدرجة المطلوبة من الجاهزية. وطبعا هناك العديد من ورشات العمل والندوات المختلفة التي تهدف كلها لأن يخرج الحكام بجاهزية قبل بداية الموسم. فاجأ نادي مسقط جماهيره بإعادة المدرب البرتغالي دا سيلفا للمرة الثانية بعد الموسم الماضي الذي قاده في فترة زمنية قصيرة، إلى أن الظروف لم تكن في صالحه بعد معاناته في البطولات التي خاضها النادي بالموسم المنصرم. صحيفة عمان رصدت الخبر في عنوان قالت فيها: على عكس التوقعات مسقط يعيد المدرب، حيث قامت إدارة نادي مسقط بالاستغناء عن المدرب البرتغالي بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الموسم الماضي، لتقوم إدارة الفرسان بعد الاستغناء عن دا سيلفا بالاستعانة بالمدرب المصري شريف الخشاب، وسرعان أيضا ما تم الاستغناء عنه ليتم التعاقد مع المدرب الوطني محسن درويش الذي استطاع أن يقوده إلى البقاء في دوري الأضواء، لتعود إدارة نادي مسقط لتخالف التوقعات بالتعاقد مع دا سيلفا مجددا من أجل قيادة الفريق بالموسم المقبل. الصحفي والناقد الرياضي مع النداف وفي عموده الأسبوع بصحيفة كرة وبس تحدث عن الإقبال الكبير لأنديتنا على المدرب الوطني قبيل انطلاق صافرة الموسم الجديد. نداف لم يكتفي بذلك بل وضع علامة التعجب والتساؤل حول ما سيؤول له مصير المدرب في معمعة الدوري في ظل الإمكانات والأدوات الشحيحة التي تتوفر له. تفاصيل ما جاد به الكاتب من خلال هذه القراءة. بعيدا عن ناديي ظفار والسويق، فإن غالبية الأندية الأخرى ومن مختلف الدرجات وجدت ضالتها بالمدربين الوطنيين الذين سبق لهم العمل مع مختلف الأندية والفئات، حتى يشعر الكثيرون بأن هناك نوعا من التوجه نحو هؤلاء المدربين الذين يتمنى الجميع أن يأخذوا فرصتهم ويقدموا قدراتهم في هذا المجال بعد أن حقق غالبيتهم العديد من الإنجازات. ولكن رغم الإقبال على المدرب الوطني من قبل الأندية، إلا أن الكثيرين يرون أن توجه الأندية هو مؤقت وليس مرده إلى قدرات هؤلاء، بل لأنهم الأقل كلفة وطلبات والأكثر تحملا للصعاب والقدرة على التفاهم مع اللاعبين، خاصة وأن الأندية لا زالت تعيش حالة من غياب الموارد والإمكانيات، ومن المنطقي أن تبحث عن الذي يحقق لها تلك المعادلة الصعبة أقل كلفة وأكثر مردودا وتحملا. طبعا التشكيك بالمدربين الوطنيين مردود وأيضا مرفوض وغير مقبول ومدحوض، بدليل النجاحات الكبيرة التي حققها هؤلاء سواء من خلال البطولات المحلية، والأمثلة كثيرة وفي كل موسم أو غيرها. فالمدرب الوطني قادر على قول كلمته، وهو كل ما يحتاجه فقط الثقة من قبل إدارات الأندية التي تعتبر المشكلة الحقيقية كون ثقتها ما تزال غير كاملة بهذا المدرب. وغالبية الأندية التي تقوم بالتعاقد مع المدربين الوطنيين تفعل ذلك وهي تضع في بالها تغييره مع توفر المال في خزانتها لأسباب كثيرة، رغم أن بعض هذه الأندية استعانت بمدربين وطنيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة عمل مدربين مختلفين في المواسم السابقة. صحيح أن التدريب والمدربين لا علاقة له بالجنسية بل بالنجاحات التي يحققها المدرب في أي ناد أو منتخب يعمل به، والمدرب من أجل تحقيق النجاحات يحتاج لظروف مناسبة للعمل وإلى أدوات،
وفي حال توافرت يمكن أن نستطيع أن نحكم على قدراته ونجاحه في عمله، وإن كنت أرى في كثير من الأحوال أنه يبقى مظلوما. نأمل ونتمنى أن لا يكون المدرب الوطني مدرب حالات طارئة، بل في أسوأ الحالات التعامل معه كما يتم التعامل مع أي مدرب أجنبي، وتوفير الإمكانيات وأساسيات العمل له، ونبعده عن الضغوط ومن ثم نحكم على عمله. وأعجب كما غيري عن سهولة التخلي عن المدرب الوطني من جهة، ومن ثم الاستعانة به في أحلك الظروف لانتشال الفريق من ورطة وحالة صعبة من جهة أخرى. رفع منتخبنا الوطني الجامعي لألعاب القوى من وتيرة التحضيرات والاستعداد لدورة الألعاب الصيفية 29 للرياضة الجامعية يونيفرسياد، والتي ستقام في الصين تايبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 من شهر أغسطس. صحيفة عمان تابعت لتخرج بعنوان قالت فيه: منتخب ألعاب القوى الجامعي يرفع وتيرة استعداداته لليونيفرسياد بالصين، حيث سيشارك المنتخب رفقة منتخب السباحة ومنتخب كرة الطاولة ومنتخب التايكواندو، وسيمثل منتخب ألعاب القوى نخبة من لاعبي مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، حيث جاء اختيار هذه الأسماء بناء على الأرقام التأهيلية التي حصل عليها اللاعبون خلال بطولة مؤسسات التعليم العالي لألعاب القوى، والتي جمعت 16 مؤسسة تعليمية و80 مشاركا. قامت اللجنة التنظيمية الخاصة ببطولة بورشا سوبر كاب العالمية لعام 2017، وبعد مضي أقل من 24 ساعة على انتهاء سباق جولة المجر الذي شكل سادس جولاتها، بتعديل نتيجة السباق بعد فرضها سلسلة من العقوبات على بعض السائقين الآخرين، وبذلك تقدم السائق العماني الفيصل الزبير ليحتل المركز 9. صحيفة عمان نقلت الخبر في عنوان قالت فيه: الفيصل الزبير ضمن العشرة الأوائل في سباق المجر، حيث تعتبر هذه النتيجة هي الأفضل للزبير في مسيرته في البطولة حتى الآن. الجدير بالذكر أن الزبير خرج في المركز 12 مع نهاية السباق، لكن بعد نشر المنظمون النتائج الرسمية تبين أن هناك بعض العقوبات في حق 3 سائقين لمخالفتهم بعضا من القوانين، ونتيجة لذلك تم شطب نتيجة السائق روار ليندلاند، فيما أضيفت عقوبات زمنية على سائقين آخرين، ليتقدم الزبير إثر ذلك إلى المركز 9 محرزا أفضل نتيجة له في البطولة. ونبقى مع عالم زئير المحركات، فقد أحرز المتسابق العماني نبيل الشيباني المركز الأول في فئة SM5 والسادس في الترتيب العام، وذلك في سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان في أول مشاركة له في هذا السباق، والذي بلغ طوله الإجمالي 3 كيلومتر، ويعد من أصعب سباقات السيارات في المنطقة. صحيفة الرؤية أبرزت الخبر لتخرج بعنوان: نبيل الشيباني الأول في فئة SM5 بسباق الحسين الدولي، حيث استطاع الشيباني إحراز زمن قدره 1:59، وهو زمن قياسي ومثالي في نفس الفئة مما قادته للمقدمة. الجدير بالذكر أن المنافسة كانت على أشدها بين المتسابقين من الأردن وفلسطين وعمان والإمارات وسوريا، على مسار بلغ طوله 3 كيلومتر في خطوة لتحقيق أرقام جديدة ومراكز متقدمة. من زئير المحركات لعالم الكرة الصفراء، حيث ستتوجه لاعبة التنس فاطمة النبهانية إلى إسبانيا الجمعة المقبل من أجل خوض بطولتين دوليتين، استعدادا لخوض معترك البطولة الآسيوية للصالات المغلقة المزمع إقامتها في عاصمة تركمانستان عشق أباد خلال الفترة من 7 إلى 27 من سبتمبر المقبل. صحيفة عمان تابعت لتخرج بعنوان: فاطمة النبهانية تطير إلى إسبانيا تحضيرا للبطولة الآسيوية للصالات المغلقة. هذا وأكدت النبهانية في تصريحات لعمان الرياضي بأن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها تحديا في الصالات المغلقة، ولكنها سوف تكون تجربة رائعة وفريدة من نوعها على حد قولها. كما أنها أكدت رغبتها في خوض هذه التحديات لأنها سوف تكتسب من خلال هذه المشاركة المعنويات الإيجابية من أجل التطور ومواصلة التقدم في المستوى.
وفي عالم الرياضات البحرية، يستعد فريق عمان للإبحار بفئة كلاس 40 لخوض تحديه الثاني في الموسم الأوروبي بعد أن ختم سباق الأزور الشهر الماضي في المركز السابع. وهذه المرة سيخوض سباق رولكس فاستيت الكلاسيكي الذي ينطلق يوم الأحد في 6 أغسطس من الساحل الجنوبي لإنجلترا ولمسافة 650 ميلا بحريا. صحيفة الشبيبة غطت فخرجت بعنوان قالت فيه: فريق عمان للإبحار بفئة كلاس 40 يتأهب لسباق رولكس الكلاسيكي، حيث يعتبر سباق فاستيت من أشهر السباقات الشراعية في أوروبا لارتباطه بصخرة فاستيت ومنارتها الشهيرة. وقد استقطب السباق هذا العام عددا كبيرا من الفرق، وصلت إلى 390 قاربا من مختلف الفئات والأحجام، منها القوارب الضخمة والتي يتجاوز طولها 100 قدم، ومنها قوارب الفولفو المحيطية بطول 65 قدم والتي تستعد لخوض موسم جديد من سباق فولفو المحيطي بشهر أكتوبر، علاوة على تنوع الطواقم والبحارة المشاركين بين الهواة والمحترفين والشباب المبتدئين والكبار المخضرمين. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد جولتنا في الصحافة المحلية نذهب بكم إلى فاصل قصير، وبعدها نعود لاستكمال ما تبقى من برنامج عناوين. لا تذهبوا بعيدا. جدد تحية بكم وإلى جولتنا في الصحافة العربية نقصها من البحرين، حيث يترقب الوسط الرياضي البحريني وصول مدرب المنتخب البحريني الأول تشيكي سكوب بعد قضاء إجازته الخاصة وفور انتهاء معسكر المنتخب الخارجي الذي أقامه الأحمر في تشيك وخاض من خلاله 3 مباريات ودية. صحيفة الأيام البحرينية جاءت معنونة على ملحقها الرياضي قائلة: سكوب يصل اليوم لبدء مهمته من جديد مع الأحمر، حيث سيبدأ المدرب سكوب مهمته من جديد مع المنتخب البحريني رفقة الطاقم المعاون وفي مقدمتهم المدرب المساعد الوطني عدنان إبراهيم، وذلك بمتابعة المباريات الودية للأندية ورصد اللاعبين الموجودين في القائمة الأخيرة للمنتخب. وسيقيم مدرب المنتخب البحريني تجمعا للاعبين قبل انطلاق الدوري بحسب البرنامج المعاد للفترة المقبلة قبيل المواجهة الرسمية التي ستجمع الأحمر البحريني بنظيره منتخب الصين تايبي لمرحلة الإياب التي ستقام في 5 سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي قطر، فقبل نحو 1.5 شهر من انطلاق الموسم الكروي الجديد بنسخته 46، بدت الخريطة الاحترافية وكأنها قد اكتملت إلى حد بعيد، إذ لم يتبقى سوى 4 لاعبين فقط لكي تغلق الأبواب تماما بعد أن يكون كل فريق قد اختار محترفيه 4 الذين سيعتمد عليهم في رحلة الموسم القادم. صحيفة الراية القطرية كعادتها أبرزت ما جاء في الميركاتو الصيفي للأندية القطرية لتخرج على صدر غلافها قائلة: دورينا عابر للقارات، حيث من الواضح أن هناك العديد من المتغيرات التي طرأت على الخريطة الاحترافية للأندية، فباستثناء فريق السد الذي أبقى على محترفيه 4 دون تغيير، فإن الفرق الأخرى كلها قد لجأت إلى الاستعانة بعدد من المحترفين الجدد، وبعضها أجرى تغييرا شاملا مثل ما هو الحال مع العربي والغرافة والأهلي وحتى فريق قطر العائد من جديد إلى دوري الأضواء. فالفرق هذه كانت قد اختارت التخلي عن كامل محترفيها في مقابل التعاقد مع محترفين جدد بحثا عن فرصة لتعزيز إمكاناتها بلاعبين أكثر قدرة وترجمة على تطلعاتها والظهور بصورة أفضل خلال الموسم الجديد.
من قطر نذهب بكم إلى العراق، فقد قررت لجنة المسابقات المركزية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة إياب نهائي غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017 بين فريقي القوة الجوية والوحدة السوري على ملعب سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 26 من سبتمبر المقبل. صحيفة المدى تناولت الخبر في عنوان جاء فيه القوة الجوية يخوض إياب نهائي غرب آسيا في الدوحة. وقال المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لكرة القدم مهدي جاسم للمدى أن إدارة نادي الوحدة السوري رفضت خوض فريقها الكروي مباراة الإياب مع فريق القوة الجوية على الملاعب العراقية بعد مخاطبتها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك من أجل حرمان فريقنا من استثمار عاملي الأرض والجمهور الكبير لصالحنا في هذه المباراة التي سينتقل الفائز منها إلى المباراة النهائية التي سيلتقي فيها بطل ملاحق وسط وشرق وجنوب وسط آسيا على ملعب الأخير. ادعموا يونس محمود، بهذا العنوان خرج لنا الكاتب قاسم الدراجي بعد آخر ظهور إعلامي للأسطورة العراقية النجم يونس محمود، والذي تحدث فيه اللاعب عن الرؤى والأفكار التي طرحها لإنقاذ الكرة العراقية من النفق المظلم. صحيفة الملاعب ومزيد من التفاصيل. يونس محمود اسم صدح في أذهان الناس وتعلق بقلوبهم، اسم اخترق سياج الملعب وسار في الشوارع والأزقة ودخل بيوت الناس من دون استئذان. من الدبس في كركوك وساحاتها كانت البداية، ومع الأنيق الطلابي انطلق إلى رحاب الكرة الواسع، فكان الاحتراف في قطر والإمارات والسعودية في رحلة بدأت منذ 2003 واستمرت 15 عاما من العطاء. رجل المواقف الصعبة واللحظات الحاسمة، مثل المنتخب الوطني في 145 مباراة دولية أبرزها وأكثرها أهمية هي موقعة نهائي آسيا 2007، حين هز شباك المرمى السعودي ومزق شباك الفتنة الطائفية آنذاك، وخرج فيها العراقيون عن بكرة أبيهم ملتفين حول اسم وراية ووحدة العراق. يونس محمود تاريخ وعطاء ذرف فيه الدم والعرق والتعب، ولا يمكن أن نختزله بمقال أو تحقيق، ولكننا أردنا اليوم أن ننصف الرجل بعدما ظلم من القائمين على المنتخب الوطني ومن بعض أعضاء الاتحاد الذين أساءوا إلى تاريخه واسمه بنهاية مذلة بإبعاده عن المنتخب الوطني من دون كلمة شكر ولا مباراة اعتزالية ولا فعالية تليق بما قدمه هذا الفتى العراقي الغيور الذي أسعد وأفرح الملايين في العديد من المناسبات والبطولات. في آخر ظهور تلفزيوني ليونس محمود كان حريصا على إيجاد حلول وأفكار قادرة على تغيير الواقع الكروي وإجراء إصلاحات في منظومة عمل الاتحاد أو المنتخبات الوطنية وفي عمل المدربين أو حقوق اللاعبين، وطرح أكثر من فكرة رائعة لذلك. ولكن المشكلة التي يعاني منها محمود وآخرون هي كيفية الوصول إلى صناعة القرار، أو كيف يستطيع أن ينفذ تلك الأفكار والرؤى ما لم يكن قريبا من موقع المسؤولية أو جزءا منها. فتارة يتحدث عن الترشيح لعضوية الاتحاد في الانتخابات المقبلة أو عبر تمثيل نادي الطلبة، وتارة يفكر بتشكيل كتلة رياضية من الشخصيات والأسماء المعروفة والدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتكون هذه الكتلة هي صوت الرياضة والرياضيين في مجلس النواب، بعد أن فشلت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بعملها طيلة السنوات الماضية. وكلها اقتراحات وأفكار ممتازة ممكن أن تكون بديلاً ناجحاً لأشخاص ومؤسسات لم ترتقي برياضتنا إلى مستوى الطموح، بل أنها أوصلتها إلى مستويات متدنية في مختلف الألعاب والمشاركات. و
وإلى المغرب، عاد الدولي المغربي السابق يوسف حجي مهاجم نانسي الفرنسي للكشف عن رغبته القوية في العودة إلى أرض وطنه المغرب والاشتغال يوما ما في الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، ونيته في الاعتزال السنة المقبلة من خلال حوار مع هيسبورت عنونت على لسانه قائلة: نستحق الحضور في مونديال روسيا وأطمح لولوج الجامعة الملكية لكرة القدم، حيث قال حجي: نستحق التأهل إلى كأس العالم في روسيا سنة 2018 بالنظر إلى ما نتوفر عليه من مؤهلات بشرية، إذ أن المنتخب يضم إلى صفوفه نخبة من اللاعبين سواء الدوليين أو المحليين يملكون مهارات وتقنيات جدا عالية تمكننا من التتويج بكأس أفريقيا، وأجزم أننا نستطيع بلوغ حلم المونديال الذي طال انتظاره. وذكر حجي: شقيق الأسطورة المغربية مصطفى حجي أطمح بدوري يوما ما أن أشتغل مع الاتحاد وأن أساعد بكل ما أملك الكرة الوطنية على التطور، لأنني ابن هذا الوطن وتربطني معه علاقة حب كبيرة رغم وجودي في فرنسا لسنوات عديدة. ونبقى في المغرب، فقد تناولت صحيفة المنتخب الأوضاع الصعبة التي يعيشها نادي الرجاء البيضاوي، مؤكدة أن فريقا في حجم الرجاء لا يمكنه أن يهدأ ويستكين ويرتمي في أحضان التراجع، ولا يمكنه أن يتنازل عن قوته وهيبته قيد أنملة مهما خانته الظروف ومهما اشتدت عليه الأزمات. التفاصيل من خلال هذه القراءة. أصبح الرجاء البيضاوي كالفيل المشلول لا يستطيع أن يحرك ساكنا من حيث التعاقدات مع لاعبين جدد، ولم يعد بمقدوره على الأقل في الوقت الراهن أن يدخل خانة العمالقة ويقدم على أي تعاقد من العيار الثقيل، بعدما أصبح مهيض الجناح بسبب مديونيته المفرطة والموغلة في الفزع، وبسبب عجز أكثر من 23 مليارا التي كسرت ظهر موازنته. ويعرف الرجاويون جيدا أنه لم يعد مسموحا لهم أن يركبوا بحرا هائجا من المجازفة ويقدموا على أي تعاقدات توقعهم في المحظور ولا تتلائم مع حجم إنفاقهم المالي، كما يدركون كل الإدراك أنه من عاشر المستحيلات أن يبحث فريقهم على لاعبين جدد بملايين الدراهم، وقد شددت عليه أزمته المالية الخناق وأدخلته عوالم الإفلاس. لقد بات الهم الشاغل بالنسبة للرجاء حاليا أن يكبح جماح أزمته ويسوي وضعية لاعبيه ويحقق التوازنات المالية المطلوبة حتى لا تتغلغل هذه الأزمة في جسده أكثر وتنام قريرة العين في أحضانه إلى أمد بعيد. صحيح أن الرجاء تعاقد حتى الآن واستعدادا للموسم الجديد مع لاعبين اثنين، زكريا حدراف من الدفاع الحسني الجديد وزكريا الهلالي من شباب الحسيمة، لكن دون أن يكلف ذلك درهما واحدا من خزينة الفريق. وصحيح أيضا أن الرجاء احتفظ بمحترفيه وبأفضل لاعبيه، لكن ما يقلق كل عاشق للرجاء مع حالة عدم قدرة الفريق على الوفاء بالتزاماته ومع حالة مديونيته الخطيرة، وفي ظل مساحته المالية الضيقة جدا، أن يفقد الفريق هويته كواحد من أقوى الأندية الوطنية ولا يعود بمقدوره أن ينافس على كل الجبهات. ما يخشاه الرجاويون هو أن يرسم الفريق لنفسه خارطة طريق جديدة يقع فيها أبغض الحلال بين الأخضر وتألقه، وتتعطل في الفريق كل انفعالاته التي تمنحه المجد والهيبة ويحتكر بفضلها كل القوة واللمعان. لا أحد في الفريق الأخضر يستطيع أن يغالط نفسه ويكذب على الآخرين ويدعي أن بمقدور الرجاء أن يتصرف في تدبيره المالي وفق هواه ودون حكامة وترشيد في كل ما يتعلق بالصرف والإنفاق، ودون أن يفرض على نفسه نظاما قاسيا للحمية، أي أن إدارة الفريق أيا كان رئيسها باتت ملزمة بالتشبث بالحل الاستراتيجي الذي يصد كل الأبواب التي تدخل منها رياح الأزمة. الرجاء البيضاوي، هذا الفريق الذي يمرض ولا يموت، ستكون أزمته الخانقة حالة عابرة تعتريه كالصداع والزكام، لا يلبث أن يتخلص منهما ليشفى سريعا ويستعيد كامل صحته وعافيته.
ونختم جولتنا في الصحافة العربية من الجزائر، حيث يصدر اليوم الستار على مسلسل انتقال اللاعب الجزائري رياض محرز إلى نادي العاصمة الإيطالية روما بترسيم الصفقة أو إلغائها نهائيا، في ظل وجود خلاف بين ناديي روما وليستر سيتي الإنجليزي حول القيمة المالية لرحيل النجم الجزائري للعب في الكالتشيو الموسم القادم. صحيفة الفجر الجزائرية تابعت فعنونت تقول: مسلسل محرز ونادي روما ينتهي اليوم، حيث عبرت إدارة نادي روما عن تفاؤلها الكبير بإنهاء صفقة ضم رياض محرز، وهي الصفقة التي ينتظرها أنصار النادي الإيطالي بشكل كبير، الأمر الذي سيجعل محرز النجم الأول والأهم في فريقه الجديد، وسيكون واحدا من النجوم العالميين الذي فضل التوجه للعب في إيطاليا خلال الموسم الكروي الجديد. ورفعت إدارة نادي روما عرضها المالي إلى 38 مليون يورو بعد أن كانت قد رفضت في وقت سابق تقديم المزيد من المال إلى ليستر سيتي. ورغم رفض النادي الإنجليزي القيمة الجديدة، إلى أن محرز يريد الرحيل وطلب من إدارة فريقه الموافقة على الصفقة. من جولتنا في الصحافة العربية نذهب بكم وننتقل بكم إلى الصحافة العالمية، نبدأها من أم الألعاب، فقد عبر أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت عن رغبته بالاعتزال من دون أي هزيمة في البطولات الكبرى، وذلك في مؤتمر صحفي في لندن قبل 3 أيام من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى، حيث يخوض سباقه الأخير في سباق 100 متر. صحيفة الديلي ميل أبرزت التحدي الكبير الذي قطعه بولت على نفسه لتصفه في عنوانها قائلة: انفجار بولت. وقال بولت صاحب 30 عاما والذي أعلن أن مشاركته في لندن ستكون الأخيرة له قبل اعتزاله، أوسين بولت اعتزل من دون هزيمة في سباق فردي لا يهزم لا يوقف، وبالنسبة لي سيكون أفضل عناوين. وعما إذا لم يعد المرشح الأوفر حظا في سباق 100 متر، أجاب بولت والذي عرف دوما بإجاباته الساخرة: هذا ما أتابع قراءته وما يقوله لي فريقي، لذا يجب أن أثبت نفسي مجددا. إلى عالم البريمير ليج، فقد أبرزت صحيفة الميرور اتفاق نادي مانشستر يونايتد مع اللاعب الإيفواري سيركي أوري مدافع باريس سان جيرمان لحل أزمة الظهير الأيمن التي يمر بها الفريق، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: شيطان أحمر. وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن الظهير الإيفواري وافق على الانضمام للشياطين الحمر في صفقة تبلغ قيمتها 27 مليون جنيه استرليني، ويأتي العائق الوحيد أمام توقيع اللاعب هي العقوبة التي تقضيها حاليا بعدم دخول إنجلترا لأسباب قانونية. وتعود القصة لسبتمبر العام الماضي، عندما قام أوري بالتعدي على أحد رجال الشرطة في باريس لفظيا أمام ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية. إلى إسبانيا، فلا يزال الشاب الإسباني ماركو أسينسيو يثبت أنه لا يقل شأنا عن زميله الويلزي غاريث بيل، بل يتفوق عليه بلغة الأرقام وبالأداء الفني الواضح على أرض الملعب بقميص ريال مدريد. صحيفة الماركا فتحت أبواب أحقية النجم الواعد للدخول في التشكيلة الأساسية على حساب النفاثة الويلزية، لتكتب الصحيفة في عنوانها: النقاش الأول. أسينسيو لم يخض الفترة الاستعدادية كاملة للصيف، حيث تواجد في معسكر ريال مدريد قبل 9 أيام فقط من مواجهة برشلونة، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا تحت 21 عام. وعلى الرغم من عدم جاهزية أسينسيو بدنيا، إلى أنه استطاع خلال 75 دقيقة اللعب فقط في المباريات الودية، وأن يقدم ما لم يستطع غاريث بيل أو حتى كريم بنزيما بتقديمه. وقالت الماركا: أسينسيو يهدد مركز بيل الأساسي، إنه بلا شك زيدان الوحيد يستعين به كلاعب وحيد في الموسم التحضيري. أما الآن مشاهدينا الأحبة، نترككم مع أبرز الرسومات الكاريكاتيرية، بالإضافة أيضا إلى همسة ستكون قبل موعد الختام.
الآن موعدكم مع همسة اليوم. يقال إذا أخذ الله منك شيئا لم تتوقع ضياعه يعوضك بخير منه ألطف وأجمل. هذا ما ينطبق تماما على الفنانة التشكيلية إيرانية الأصل فاطمة حمامي ومن أمثالها. فاطمة التي تحدت إعاقتها ووقفت سدا للصعاب ورغم كل الظروف أثبتت أنه لا شيء مستحيل في سبيل الوصول للنجاح، وممارسة حبك وشغفك لشيء ترى أنك تبدع فيه يوصلك للمجد للحب للحياة. فاطمة حمامي التي تسكن في مدينة كاشان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران أصيبت بالشلل بعد الولادة نتيجة عدم وصول الأكسجين إلى الدماغ، إلا أن ذلك لم يكن عائقا لإبداعها، فاستطاعت أن تنسج خيوط إبداعها مستخدمة رجليها لرسم أجمل صور للمشاهير في العالم. كما أن أيضا حبها للرياضة وشغفها بمتابعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جعلت منه لوحة استثنائية من الإبداع الرباني التي تجلت هباته بأن ترسم هذه اللوحات بقدمها وتلونها بريشة فنان ماهر لا يرى للإبداع حدود، بالإضافة أيضا إلى شخصيات أخرى رياضية كشخصية علي داي اللاعب الإيراني السابق مثل ما تابعنا ونتابع أيضا من خلال الفيديو. قس على ذلك أيضا لوحات أخرى من إبداع الفنانة فاطمة حمامي. إذن من أمثال فاطمة مشاهدينا كثيرون يرون أن الأفق رحب لننطلق فيه لذرى المعالي والمجد منتشين بروح الأمل والتفاؤل. ربما القائمة تطول أيضا في سرد أروع الأمثلة من أبطالنا تحدوا الإعاقة وقهروا كل الظروف ووصلوا لمنصات التتويج. بهذا نكون مشاهدينا الأحبة قد وصلنا بكم إلى ختام برنامج عناوين. غدا موعدكم إن شاء الله مع عناوين جديدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بعافية في أمان الله.